الآن إني أكلمكم النهاردة عن الصليب. الكنيسة عندنا كنيسة القبطية بتعيد بعيدين للصليب، عيد يوم 10 برمهات اللي بيوافق 19 مارس اللي احنا هنعيد بيه بعد 3 ايام، وعيد تاني يوم 17 توت بيوافق 27 سبتمبر. العيد بتاع 10 برمهات والعيد التاني بتاع الصليب واحد منهم عن ظهور الصليب لقسطنطين، والتاني عن عثور الملكة هيلانا عن هذا الصليب. لكن اللي انا عايز اكلمكم عليه مش مجرد صليب الخشب الذي صلب عليه السيد المسيح، ولو ان له كل التقدير عندنا، ولكن عن مبدأ الصليب في الحياة المسيحية كلها. الصليب أصبح رمز. يعني رمز؟ يعني رمز لكل تعب نتعبه نحن من أجل الله. كل تعب يتعبه الإنسان من أجل الله، من أجل محبة الله ومحبة الآخرين، يعتبر صليبا، سواء كان بإرادته أو بغير إرادته. يعني في واحد بيتعب بإرادته من أجل ربنا وبياخد بركة، وفي واحد بيجيله التعب على الرغم منه، مش هو بيسعى إليه، لكن إذا قبل ذلك بفرح وبغير تذمر برضو ياخد البركة بتاعته. السيد المسيح جعل الصليب شرطا للتلمذة، بيقول من لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني، أو فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وقال من لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وقال للشاب الغني اذهب باع كل مالك واعطيه الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. يعني أصبح الصليب شرط للحياة مع ربنا، وأصبح شرط للتلمذة الروحية على السيد المسيح. الناس اللي عايشين في رفاهية وفي بحبحة من الحياة ولا تعب على الإطلاق لا يأخذون نفس البركة التي يأخذها من يتعب، وكذلك الكنيسة. يعني في كنائس عايشة في متعة وفي غنى وفي رفاهية ولا تتعب إطلاقا، هذه أجرها ليس مطلقا مثل أجر الكنيسة التي تحمل الصليب طول حياتها وتمشي وراء المسيح. الكلام ده هنقوله بالتفصيل. السيد المسيح إن كان قد دعا الناس إلى حمل الصليب فهو أيضا قد حمل الصليب في حياته، مش بس صلب على خشبة، وإنما طول حياته كان يحمل الصليب. حتى في ولادته صدر أمر من هيرودس الملك بقتله وقتل جميع الأطفال، وفي طفولته هرب إلى مصر من وجه هيرودس، وعاش فقيرا متعبا في بيت رجل نجار. وعندما بدأ رسالته
لم يكن له أين يسند رأسه، ولم يكن له مركز اجتماعي في البلد اللي عايش فيه، وعاش مطاردا من اليهود، وفي أكثر من مرة أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يلقوه من على الجبل، وتعرض لشتائم وإهانات، اتهم بأنه أكل وشرب خمر وأنه بيعاشر الخطاه والعشرين وأنه ينقض الشريعة ويكسر السبت، وأخيرا قيل عنه أنه هو ضد قيصر. وتلخص متاعبه في عبارة قالها إشعياء النبي عنه أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. فالمسيح عاش حاملا الصليب قبل أن يصعد على الصليب بالفعل ورسله أيضا عاشوا حاملين الصليب، حتى شاول الطرسوسي لما آمن المسيح قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي، لازم. ورسله تعرضوا للسجن وللجلد وللضرب وللطرد، وغالبية رسله إن استثنينا القديس يوحنا الحبيب كلهم ماتوا شهداء. ويوحنا الحبيب الذي لم يستشهد تعذب عذابات كثيرة، وغالبية أساقفة العصر الأول المسيحي كانوا شهداء. فكانت الكنيسة الأولى تحمل الصليب، وفي نفس الوقت كانت كنيسة قوية مملوءة من الروح القدس، ولم يكن الصليب دليلا على ان الله ترك الكنيسة او تخلي عنها ابدا. كان الصليب موجود وكانت النعمة موجودة وعناية الله موجودة وحفظ الله موجود ومواهب الله كثيرة جدا. ورسل المسيح كانوا يجاهرون بمسألة الصليب وصلب المسيح، ده حتى الملاك الذي بشر بقيامة المسيح قال للنسوة أنتن تطلبن يسوع المصلوب، كان يقدر يقول أي صفة تانية لكن قال يسوع المصلوب، لأن كلمة الصلب ليها أهمية في حياتنا المسيحية. وبولس الرسول قال نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولكن المسيح بالنسبة لنا إحنا هو حكمة الله وقوة الله. صحيح إن هو لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، لكن لينا إحنا نحن المخلصين قوة الله وحكمة الله. وقال لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، بل افتخر بصليب المسيح وقال حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. مسألة الصليب عندنا ليها أهمية كبيرة، والكنيسة دايما تهتم بمسألة الصليب. الصليب هو أساس المسيحية، لأن على الصليب تم الفداء. حينما نذكر الصليب نذكر الفداء، حينما نذكر الصليب نذكر الخلاص، لأننا بصليب المسيح خلصنا. فأصبح المسيح الصليب بالنسبة لنا هو رمز للفداء ورمز للخلاص ورمز أيضا لمحبة الله وبذله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد.
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى رمز للحب والبذل. لذلك تجدوا الصليب بالنسبة لنا في كل حاجة، الكنائس تعلق عليها الصلبان، الصلبان موجودة في كل مكان من الكنيسة، حتى في النقوش والديكورات موجودة صلبان، حتى في ملابسنا موجودة الصلبان. الرهبان يسموهم لباس الصليب، القلنسوة بتاعتهم كلها صلبان زي ما انتم شايفين. نعلق الصليب على صدورنا، نمسك الصليب في أيدينا، نرشم الصليب على كل ورقة، نرشم الصليب قبل الأكل، نرشم الصليب بعد الأكل، نرشم الصليب لما نيجي نصلي، نرشم صليب على إيدينا. ما أقدرش أقول لكم الصليب قد إيه داخل في حياتنا. الصليب موجود في ألحاننا، موجود في أعيادنا، في كل حاجة، في كل حتة الصليب موجود. وطبعا في حكمة من هذه الأمور كلها، زي ما قال بولس الرسول: أنتم الذين أمام أعينكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. ليه الحاجات دي؟ وإيه الرموز اللي موجودة فيها؟ وإيه الرموز اللي موجودة فيها؟ وإيه علاقتنا بالصليب؟ حتى في المعمودية نذكر أنه قد صلب إنساننا العتيق كما ورد في رمية 6: صلب إنساننا العتيق. المسيح صلب من أجل خلاصنا ونحن نذكر هذا الأمر. ليه إحنا بنرشم الصليب؟ ليه لما نبتدي الصلاة بنرشم الصليب؟ في ناس يصلوا على طول كده ما يرشموش الصليب. لماذا نحن نرشم الصليب؟ بنرشم الصليب لعدة أسباب. أول حاجة إعلان لإيماننا المسيحي وإيمان الكنيسة بالصلب وبالفداء وبالخلاص، دي نقطة. أيضا بنرشم الصليب ونقول باسم الآب والاب والروح القدس إله واحد أمين. فأثناء رشم الصليب نعترف بالثالوث القدوس وبالتثليث والتوحيد معا. يبقى فيه في رشم الصليب توجد عقائد لاهوتية نتذكرها باستمرار، منها عقيدة التثليث والتوحيد. وبعدين بنقول في الصليب ربنا نزل من السماء إلى الأرض، فنؤمن بالتجسد ونقلنا من الظلمة إلى النور، من الشمال إلى اليمين، من الظلمة إلى النور، من الهلاك للخلاص، فنؤمن بعمل الله من أجلنا. يبقى بيعترف بالإيمان، بيعترف بالثالوث القدوس، بيعترف بالله الواحد، بيعترف بنزول ربنا من السماء الأرض يعني بالتجسد، بيعترف بالفداء، بيعترف بعمل الله أنه نقلنا من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور. كل دي معاني لاهوتية في مجرد رشم الصليب. كذلك في رشم الصليب وإيماننا بالصليب وتذكر المسيح المصلوب، بنتذكر أن أجرة الخطية موت، ولذلك جاء المسيح ومات من أجلنا. فنعترف بأن أجرة الخطية موت، وبأننا نستحق الموت، وبأن الله مات من أجلنا. كل دي معاني لاهوتية كويسة.
وأيضا في كل هذا نتذكر محبة الله الذي من أجلنا دبر هذا الخلاص ودبر هذا الفداء بالصليب، فتزداد الرابطة بيننا وبين الله. ونرى أيضا أنه لولا الصليب ما كانت هناك مغفرة، فنشعر أن المغفرة اللي احنا بناخدها عن طريق الصليب. لهذا نذكر الصليب في كل شيء، ونعتبر ان البركة التي عاش بها العالم كانت نتيجة الخلاص الذي تم على الصليب. ولذلك نستخدم الصليب في البركة، ونستخدمه في جميع الرسومات وجميع الرسامات كله يرسم بعلامة الصليب. الشخص اللي بندهنه بالميرون بالمسحة المقدسة بنرسمه 36 رسم على جميع مداخل جسمه ومفاصله، يتقدس بزيت الميرون المقدس برشم الصليب، حتى عينيه نرشمها بالصليب، ودانه نرشمها بالصليب، نقدس أعضاءه بعلامة الصليب. جايز ناس يقولوا طب ما دي مسألة معنوية، ايه لازمة الأمور المادية دي؟ نقول لهم الآتي: الإنسان ليس مجرد عقل مجرد أو فكر مجرد، لكن هو عقل وجسد وحواسه بتشتغل، ولازم يستفيد أيضا عن طريق الحواس وليس عن طريق العقل فقط. المسيحية ليست فقط للفلاسفة أو لكبار العقول، إنما لكل حد، حتى للطفل، حتى للإنسان الجاهل غير المتعلم، للكل. ولذلك لما الإنسان بيرشم الصليب بيضطر إنه ينحني. ليه بينحني؟ لسببين. أول سبب إنه بيتذكر الثالوث القدوس فبينحني بخشوع، بتوقير، باحترام، بأدب. وثانيا لأن الجسد يشترك مع الروح في المشاعر، إذا كانت الروح تخشع فالجسد أيضا يخشع، يكون في احترام جوه القلب، في احترام أيضا في الجسد. يجي الكاهن يخش الهيكل فبيسجد قصاد الهيكل وبيرشم الصليب، بيسجد ليه؟ في احترام جوه قلبه في الروح، والجسد يشترك مع الروح، فكما تخشع الروح يخشع الجسد ويسجد. الاثنين بيشتركوا مع بعض، الجسد والروح، عشان كده في السماء بيتكافئوا مع بعض، وفي العقوبة بيتعاقبوا مع بعض. جميع الأسرار المقدسة فيها رسومات وتتقدس بالصليب، أسرار الكنيسة كلها، المعمودية، الإفخارستية، المسحة المقدسة، الميرون، الزواج، كله. ليه؟ لأن كل هذه البركات اللي موجودة في الأسرار أخذناها نتيجة الفداء الذي تم على الصليب. لولا الخلاص الذي تم على الصليب ما كانتش فيه بركة معمودية ولا بركة مسحة مقدسة ولا بركة إفخارستية ولا بركة توبة ولا حاجة ولا بركة كهنوت، كله نتيجة الخلاص الذي تم على الصليب. فإحنا بنذكر الصليب لكل هذا. وأيضا
فيما نرشم الصليب بنعلم أولادنا الصغار العقيدة. فالولد بيتعلم العقيدة، بيتعلم الصليب وهو صغير، يمكن ما يعرفش يفهم حاجة لكن يفهم رشمة الصليب، فبيأخذ العقيدة عن طريق التسليم قبل التعليم، يحفظها في قلبه قبل أن يدركها بعقله، بيأخذ الإيمان بهذا الشكل. وأيضا لأن السيد المسيح قال لنا تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيب. ففي تذكار الصليب بنبشر بموته ونعترف بقيامته ونذكره إلى أن يجيب. ولهذا كل شيء في حياتنا نحب أن يدخل فيه الصليب. الكاهن تلاقي كل ملابسه صلبان، خصوصا ملابس الخدمة، مش مجرد زينة أو ديكور، أو واحد يقول أنتوا بتزينوا ملابسكم، لا مش مسألة زينة، مسألة أهمية الصليب في حياتنا اللي بنوضعه على ملابسنا. تلاقي ملابس الشماس، تلاقي ملابس القسيس، ملابس الأسقف، كلها صلبان. مسألة بتدخل في حياتنا وفي عقيدتنا ونهتم بها ونتمشى مع بولس الرسول الذي قال لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. بهذا الشكل يدخل الصليب بالنسبة لنا في معاني عميقة. وأيضا نذكر الصليب لسبب آخر، لأن الصليب فيه القوة التي هزمت الشيطان وحطمت مملكته وضيعت كل جهوده السابقة في إغراء الناس. لما المسيح اقترب من على الصليب قال إني أبصر الشيطان نازئ ساقطا مثل البرق من السماء، قال إن رئيس هذا العالم قديم، كل مجهود الشيطان ضاع على الصليب، ولذلك الصليب له قوته. والصليب تخافه الشياطين وترتعب منه لأنها تتذكر هزيمتها الكبرى على الصليب. والإنسان لما بيرشم نفسه بعلامة الصليب بيحصن نفسه بهذه العلامة بالقوة التي في الصليب. جايز واحد يقول طب أنا رشمت بالصليب وما جرش حاجة، ولا قوة ولا حاجة، ولا خاف من الشياطين ولسه مخايف. هذا الشخص أجيب عليه بأمرين. الأمر الأول، فيما ترشم الصليب ينبغي أن يكون لك الإيمان بالصليب وبقوته. فالشخص الذي يرشم الصليب بدون إيمان لا يأخذ القوة التي فيه، أو جايز لا يحس بالقوة التي فيه. تاني حاجة، جايز تكون بترشم الصليب بلا مبالاة، بغير اهتمام، بغير خشوع، زي واحد يعمل كده وخلاص ومش باين الخشوع ولا الاهتمام، غير واحد بيرشم الصليب بكل اهتمام وبكل قوة وبكل إيمان. ولذلك لما الإنسان بيرشم الصليب وعنده الإيمان بالصليب وعنده الخشوع الذي يليق بالصليب بيأخذ القوة التي فيه، بيأخذ القوة التي فيه.
واحنا لما بنعيد بعيد الصليب بنذكر كل هذه المعاني مجتمعة معا. ده بلغ من محبتنا للصليب ان تلاقي فيه ناس بيسموا نفسهم صليب، يقول لك الاستاذ صليب، ويقول لك ابونا صليب. وصليب باليوناني يعني استافروس، وبالابتي الصليب بي استافروس او بستوروس، يقول لك فلان اسمه بستوروس او يختصرها بسطة. فكل دي من اسم الصليب يعني بيتسمى بيه. تلاقي واحد يوناني اسمه استورو، استورو هي استافرو وستافروس ماشي كده، فبيتسموا بيه، بيتسموا بيه علشان ياخدوا القوة التي فيه. أيضا حينما نرشم الصليب نذكر مجيء المسيح الثاني، لأن الكتاب بيقول تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، ويجي المسيح محاطا بملائكته وفي ربوات قديسين. علامة ابن الإنسان اللي هي علامة الصليب. المهم ان احنا في مسألة الصليب نشوف ايه فاعلية الصليب في حياتنا، ونذكر عبارة جميلة جدا قالها بولس الرسول. قال ايه؟ قال مع المسيح صلبت. مع المسيح ايه؟ صلبت، لكي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيه. فانت اذا كنت تؤمن بالصليب مفروض انك انت تصلب مع المسيح. يعني كما تألم المسيح من أجلك ومن أجل العالم، أنت أيضا تتألم من أجل الرب ومن أجل الناس. لذلك المسيح قال على بولس سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل. مع المسيح صلبت، ايه اللي انت لازم تعمله علشان تذوق هذه الحلاوة اللي في الصليب؟ قال بولس الرسول لأعرفه وشركة آلامه وقوة قيامته متمثلا بموته. يعني مفروض كما تذكر آلام المسيح من أجلك تدخل في شركة الآلام. كما تألم المسيح من أجلك ينبغي إنك تتألم من أجل الرب وتتألم من أجل غيرك من الناس، وتدخل في بركة الألم وتذوق حلاوة الألم. تقول لي يعني لازم أعيش في الحياة متألم؟ أقول لك إن في، أنا بكلمك عن حلاوة الألم. كلما تذوق الألم من أجل الرب تشعر ببركة في حياتك. زي إنسان يتعب في الخدمة ويحتمل صليب في الخدمة ويشقى ليل ونهار ويرجع بالليل فرحان، فرحان لأنه تعب من أجل ربنا، فرحان لأنه اشترك في خلاص أنفس من الناس، فرحان لأنه وصل ناس إلى محبة الله، فرحان لأنه قاد ناس إلى التوبة. فالجسد بيتعب لكن الروح بتنتعش. الجسد بيتعب لكن الروح إيه؟ بتنتعش وبيجد لذة في التعب. إحنا مش عايزين الإنسان اللي يتعب ويتذمر ويشكو ويبكي ويتضجر، لا. الإنسان الذي يتعب من أجل الله ويتعب من أجل الناس وهو فرحان من جوه، فرحان من جوه. لما نقول الحياة المسيحية فيها صليب مش معناها بنقول كلها تعب وضجر، لا أبدا.
جايز الجسد يتعب او النفس تتعب، لكن الروح تكون في ملء الفرح، زي ما قال بولس الرسول: كحزانة ونحن دائما فرحون، كحزانة ونحن دائما فرحون. من بره يبان كده، لكن من جوه حاجة تاني. يعني تلاقي الشهيد من الشهداء او احد المعترفين، من بره في الام في الجسد، في ضرب، في سياط، في عذاب، ولكن من جوه الروح في منتهى الفرح وفي شركة مع الله. ادي الصليب في المسيحية، سلام داخلي في القلب وان كانت الام خارجة في الجسد. وهكذا كان السيد المسيح. السيد المسيح كان متألما بالجسد ولكن كان فرحان. عشان كده الكتاب بيقول: من أجل السرور الموضوع أمامه. السرور الموضوع إيه؟ أمامه. احتمل الصليب مستهينا بالخزي. السرور الموضوع أمامه. وأيضا الآب نفسه، كان الصليب موضع سرور للآب. فقيل إن عن علاقة الأب بالإب: إنه سر أن يسحقه بالحزن. هنا يختلط الألم بالفرح، يختلط الألم بالفرح. أكثر أوقات كانت فرحا بالنسبة للشهداء كانت ساعة استشهادهم، فرحانين. ولذلك القديس استفانوس أول الشهداء كانوا يرجمونه، أما هو فوجهه تهلل، والناس نظروا إلى وجهه فوجدوه مثل وجه ملاك منير فرحان. أدي الصليب، مش الواحد يحمل صليبه وقاعد يتضجر ويشكو ويقول: إيه ده بس يا رب، إيه التجارب يا رب، يعني ما لقيتش غيري. لا، ده ما يبقاش الصليب المزبوط. الصليب المزبوط تكون فرحان من جوه، مش متعكن ولا تعبان ولا حاجه من النوع، تكون فرحان. في انواع كثيره من الصلبان الانسان ممكن يتعرض ليها. لما بنذكر الصليب نذكر ايضا حمل الصليب. يعني انت بتذكر صليب المسيح وكيف حمل صليبه الى جلجسة، كمان ينبغي انت ايضا تحمل صليبك. يقول: من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. هتتعب، والله لا ينسى تعب المحب. ازاي تحمل صليبك؟ اي اضطهاد يقع عليك من اجل الرب ده صليب بتحمله، ما تتضايقش منه. حتى لو سمح الله لك بمرض او تعب او الم، برضو اعتبره كصليب تحمله دون ان تتضجر منه. حتى لو سمح لك بكارثة، زي ايوب الصديق قال: الله أعطى الله أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. حتى لو امرأة تزوجت رجلا مناكفا أو رجل تزوج بامرأة مناكفة، يعتبر أنه ده صليبه في الحياة، يحاول أنه يحتمل أهو صليبه، هيعمل إيه؟ أو زميل في العلم في العمل مناكف، شريك متعب، أو جار مناكف، احتمله في هدوء. ولذلك كان الاحتمال، فضيلة الاحتمال، نوع ندخله تحت عنوان حمل الصليب. الشخص اللي ما يقدرش يحتمل ده مش حامل صليب. الشخص اللي واحد يقول له كلمة يرد على كلمة بكلمتين أو يتنرفز أو يغضب، ده مش بيحمل صليب.
لما بيقول لك من ضربك على خدك حول له الآخر، يعني احمل صليب، احتمل، اعتبر ان اخوك ده عيان تعبان، احمل صليبك. او انك انت ضايقت. الشخص الذي لا يأخذ حقه في العالم الحاضر، لا يأخذ نصيبه في العالم الحاضر، زي قصة لعازر والغني. لعازر كان بيتعذب على الأرض وما خدش حقه، صليب احتمل، ربنا شاء له ان يحمل هذا الصليب. في واحد جايز يولد وجميل الشكل وحلو الصورة وبيتمتع في الدنيا، وواحد تاني ملهوش هذا الجمال، اعتبره صليب واحتمل. وانت فكرة كل صليب يعني من نفس النوع؟ جايز. احتمال الآخرين، واحد لقى إنسان شايل ميت وراح يدفنه، قال له هل تحمل ميتا؟ اذهب واحمل الأحياء، احتمل الناس اللي عايشين على الأرض. الاحتمال من ضمن الفضائل اللي تخش تحت حن الصليب. في حاجة تاني نتذكر، ان الصليب المسيح مات عن غيره، فانت اذا اردت ان تشارك المسيح ابذل نفسك عن غيرك، ابذل نفسك عن غيرك، احمل آلام الناس، احمل متاعبهم، شيل عنهم، خفف عنهم. واحد يكون تعبان ومش قادر يدفع أجرة الشقة بتاعته، قل له أنا أدفع حالك، أنا أحتمله. واحد مديون قل له علي أنا الدين ده. اشترك في آلام الناس، مش تقف من آلام الناس كده بتتفرج وتقول آه ربنا يساعدكم. لا، ربنا يساعدكم ده، خش جوه، خش جوه في متاعب الناس وتكاليف الحياة، وحاول انك تشيل مع الناس. يا ناس احملهم تقيلة وعايزين واحد يشيل الحمل معاهم. واحد يلاقي اخوه بيجوز بنته وما عندوش تكاليف، يجي يقول له سيب لي اوضة من اوض البنت انا اجيبها لك. اخوه يشيل عنه، اسمه بيحمل صليب معاه، مش تقف وتتفرجوا من آلام الناس. واحد مريض والمرض صرف عليه كل ما عنده وما عندوش يصرف، يجي له واحد تاني يقول له علي الحاجات دي، علي شيء من ثمن الدواء، علي شيء من أجرة الطبيب، علي شيء من أجرة المستشفى، القفة اللي ليها اتنين يشيلوها اتنين. حاول انك انت تشترك في حمل آلام الآخرين وترفع آلام الآخرين عنهم. شوف بولس الرسول لما أرسل رسالته إلى فليمون عن العبد أنسيموس، قال له إن كان ظلمك في شيء احسبه علي أنا أوفي، احسبه علي أنا أوفي. تقول له واحد فلان زعلك، اعتبرني أنا اللي زعلت، أدي مطني عنه، معلش سامحه، أنا اللي أخطيت. إن ما قدرتش تحمل أخطاء الآخرين وتنسبها إلى نفسك وتدفع ثمنها، على الأقل لا تفضح الآخرين ولا تتكلم على أخطائهم، زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم. من ضمن الصليب الآية اللي بتقول طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أهو واحد بيطرد ويعير وبيقول له أجرك عظيم وافرح وتهلل. ليه تفرح وتتهلل؟ لأن الرسول بيقول آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد المستعلم فيه. آلام الزمان الحاضر نوع من الصليب اللي احنا بنحمله، لكن لا تقاس بالمجد العتيد اللي موجود فوق.
في كل الآلام ترى عمل الله معك. اوعى تفتكر الصليب مجرد آلام، جايز الحياة الروحية كلها تكون رحلة إلى الجلجثة، تكون حمل صليب طول الحياة. ولكن كما إن صليب المسيح أعقبته القيامة، كذلك صليبنا نحن بعد منه قيامة، وبعد منه صعود إلى السماء، وبعد منه جلوس عن يمين الآب، وبعد منه المجد اللي يستعلن فينا. مفيش صليب بدون قيامة، بدون صعود، بدون جلوس عن يمين الآب. اللي حصل للمسيح هيحصل لك في حدود مستواك البشري. مفيش صليب بدون مجد، مفيش صليب بدون إكليل. في صليب وفي إكليل. مش عايز إكليل، اهرب من الصليب. أما إن عرفت البركات التي تأتي من الصليب فأنت تفرح بيه، تفرح وتسر، لأنك أنت عن طريقه هتاخد بركات لا يمكن إنها تحصى. وأيضا في الصليب بتشوف ربنا إزاي بيحمل عنك وإزاي بيدافع عنك. الشخص اللي بيعطي للآخرين، أهدي دخلة في الصليب، لأن السيد المسيح على الصليب كان يعطي، فأنت أيضا اعطي لكي تشترك في حكاية الصليب. لما تعطي من أعوازك زي الأرملة يعتبر صليب بجد، انك انت اعطيت من اعوازك. لما تعطي العشور وانت محتاج لكل مليم، يبقى انت بتحمل صليب من اجل ربنا. كل العطاء بوجه عام. الكتاب بيقول عن صليب اخر، الذين صلبوا الجسد مع الاهواء. لما تصلب رغبة من رغباتك الخاطئة، لما تنتصر على عادة من عاداتك الخاطئة، يبقى أنت بتحمل صليب. صحيح بتتألم، واحد يقول مش عارف أبطل سجاير ولا مبطل سجاير، اتعب. أقول له اتعب واعتبر ده صليب، وبعد كده هتستريح وتلاقي اتخلصت من السجاير ومن تمنها ومن مرضها ومن ضغطها على إرادتك. في ناس بيصلبوا الفكر، الفكر الخاطئ اللي جواهم، كل فكر خاطئ يدق فيه مسمار. صلبوا الجسد مع الأهواء، وصلبوا الأفكار الخاطئة، وصلبوا العادات الخاطئة. يبقى فرحان يقول أنا مع المسيح صلبت، عشت حياة الصليب دي كلها. حاول إنك أنت تتعب من أجل ربنا. ربنا هيجي لك في اليوم الأخير ويقول لك أنا تعبت كتير من أجلك، أديه أنت تعبت من أجلي. تقول له عايز استريح، يقول لك أهو ده الطريق الواسع اللي يؤدي إلى الهلاك. الصليب هو الباب الضيق الذي كل من يدخل منه يدخل إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدون. تفضلوا صلوا.